الله جل وعلا جعل هذا الشهر ميدانا لعباده المؤمنين يتسابقون فيه بالطاعات ويسارعون فيه الخيرات ويتقربون إليه سبحانه بما يحب من سائر أنواع الخير، وجعل عشره الأخيرة هي أفضله، والأعمال بالخواتيم، وهي ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، وكان صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد عناية كما قال صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر شد بجره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام يتقاضى إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجدير بأهل الإيمان من الرجال والنساء أن يعنوا بهذه البقية، وأن يجتهدوا في أنواع الطاعات، وأن يستكملوا هذا الشهر بأنواع الخير من الصلاة والقراءة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقة وغير هذا من وجوه الخير، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. والمؤمن مشروع له المبادرة إلى كل خير واغتنام الفرص والتذلل بين يدي الله والخشوع بين يديه، وأن تكون أعماله على وجه الإخلاص والصدق والرغبة فيما عند الله، فالاعتبار في الأعمال بالإخلاص فيها والصدق والاستكمال لها. فكم من ركعة خير من مئة الركعات، وكم من درهم خير من عدة الدراهم. فالمؤمن يعنى بالإخلاص والصدق وتحري الخير بإخلاص وصدق وخشوع وذل وانكسار. قد يقوم الرجل الآن بين في العبادة وبينهما أعظم ما بين المشرق والمغرب في الفضل، بها بخشوع هذا وإقبال هذا وذهول هذا وإعراض هذا. فأنت يا عبد الله عليك أن تحاسب نفسك وأن تجاهدها في جميع أعمالك، وأن تؤدي الأعمال عن صدق وإخلاص وإقبال ورغبة ورهبة، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاعتكاف، فهو من العبادات التي شرعها الله ليخلو العبد بربه ويحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله. ولهذا كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. والخلوة هي الاتحاد بالرب جل وعلا، يكون في محل خاص، خيمة، في حجرة يتوحد بربه في خشوعه وصلاته وقراءته ودعائه وضراعته إلى الله جل وعلا، يرجو ثوابه ويخشى عقابه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يزوره أحبابه أو أهله في بعض الأحيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره أهله، ولكن مع العناية بالإخلاص والصدق والخشوع واغتنام الفرص بأنواع الطاعات وأنواع الخير. وإذا دعت الحاجة إلى أن يحضر حلقات العلم في المسجد أو يعلم غيره أو يرشد غيره كان هذا أعظم وأفضل. يكون يخلو بربه ويخلو بالعبادة، لا ينافي كونه يحضر حلقات العلم إذا تيسرت يستفيد علما، أو كونه يعلم الناس وينصحهم ويوجههم إلى الخير ليجمع بين الحسنين. هذه دار العمل، دار المسابقة، وهذه أيامها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلاح النية والعمل. نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين إلى المسارعة على ما يرضيه والفقه في دينه والاستقامة عليه والحذر من أسباب الرد والطرد والإبعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله التوفيق والهداية.